من أبرز الأمراض الشائعة التي يعاني منها الكثيرين تأتي زيادة الأملاح في جسم الإنسان، حيث تسبب العديد من المشاكل لدى البعض، قد تتطور في بعض الأحيان لتكوين حصوات في الكلى وغيرها من المضاعفات التي تؤثر على وظائف الجسم. علشان كده دايما نصائح الأطباء أنه دايما يقللوا للشخص، يعني أنه يقلل من الأملاح في طعامه، ودايما الناس ما بتستسقش ده بسهولة وتقول لك ده أكل عيانين. مش أكل عيانين، هو أكل الناس عايزة تبقى، ما هو العيان عايز يبقى سليم طبعا، فيبقى ده معناه انه الطريق لان الانسان يكون سليم. طبعا المضاعفات كتيره زي ما قلتي، مضاعفات الاملاح مش بس في الكلى، يمكن ده الشائع عند الناس طبعًا. لكن بيعمل حاجات كتيره جدا في جسم الانسان، بيأثر على مختلف الاعضاء، صح، الاطراف، بيسبب زياده في الوزن، بيتسبب بيخزن في الميه طبعًا. اللي هي المفترض انه الجسم يتخلص منها بشكل مستمر، ده بيؤدي الى انه المياه تتكدس في الجسم بشكل مضر، فبيأثر بالتالي على حاجات كتيره جدا، على اعضاء كتيره جدا. ربما بيبقى صعب انك تحددي انه قد يكون السبب فيها في الاخر الملح. طبعا احنا بنتكلم اليوم عن هذا الموضوع باستفاضه، يكون معنا طبيب اخصائي في هذا المجال، نتحدث معه في كثير من المشكلات، ايش التحاليل المطلوبه، كيف نطمئن على انفسنا، ايش الاملاح مختلفه بين الاطفال وبين الكبار وبين الصغار، الحد الامن لاستخدام الاملاح، علشان برضو الناس اللي بتحب، وايش مصادرها كمان، لانه مش الملح واحده بس، المياه كمان فيها مشاكل، في كثير من الملوثات بتسبب اثار جانبيه كمان على الكلى غير الاملاح، يعني مع المياه والتراكم الترسبات اللي فيها. وعلى فكره مش دايما الاملاح بتكون سببها ان الانسان بيكتر من الملح، احيانا انه ما يشربش ميه كتير بتؤدي الى ارتفاع نسبه الاملاح في طبعًا. الجسم. خلينا نشوف تقرير سريع وبعدين نستقبل ضيفنا في الاستوديو. لابد من اننا سمعنا بمشكله زياده الاملاح في الجسم او فرط حمض اليوريك في الدم، ولكن هل نعرف ما فيه الكفايه عن هذه المشكله الصحيه؟ يتم إنتاج حمض اليوريك عند تفكيك البيورين، وهو مادة موجودة في الكثير من الأطعمة، وما إن يتم إنتاجه حتى ينتقل بعدها هذا الحمض في الدم ويمر عبر الكليتين، حيث يتخلص الجسم من معظم كميته عند التبول. قد يصعب تشخيص ارتفاع معدلات حمض اليوريك عند العديد من الأشخاص بالاعتماد على أعراض واضحة، فالأمر يختلف ما بين شخص وآخر، ما يعني أنه من الممكن أن تترجم هذه الزيادة عند البعض بآثار جانبية تظهر من خلال الإصابة ببعض الأمراض والمشاكل الصحية مثل داء النقرس وأمراض الكلى وغيرها من الحالات. لكن يعتبر داء النقرس من أهم هذه الأعراض، لأنه داء ينجم عن اختلال تراكم كمية حمض اليوريك في الجسم وعدم قدرة الكلى على معالجتها، ما يؤدي إلى تراكم هذا الحمض في أحد المفاصل، الأمر الذي يتسبب بالتهاب الغشاء المفصلي والأنسجة الأخرى المجاورة، ما يسبب الألم والإحمرار والتورم. إن مستويات حمض اليوريك التي تتجاوز 10 مليغرامات لكل ديسيلتر تزيد من مخاطر الإصابة بالنقرس. والفشل الكلوي من أشد نتائج ارتفاع حمض اليوريك، لذلك اسأل طبيبك عن الفحوص التي يجب عليك إجراؤها للتأكد من مستويات حمض اليوريك في جسمك وتجنب أي مضاعفات قد تكون خطيرة. معنا في الاستوديو ضيفنا الدكتور محمد البدري، مدرس جراحة المسالك البولية بجامعة المنيا. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. دكتور محمد، يعني لفت نظري في التقرير تكرار كلمة اليوريك أسيد، مع أن احنا يعني معلوماتنا الشائعة أن اليوريك أسيد ده ناتج عن زيادة اللحوم اللي هو في النهاية بيؤدي إلى النقرس، لكن إيه علاقته بالأملاح؟ هو الاملاح يعني اللي بيرسبها الجسم انواع كتيره جدا، اشهرهم اليوريك اسيد. يعني اليوريك اسيد نوع من انواع الاملاح اللي بيرسبها الجسم، زي ملح الاوكزاليت وزي ملح الكالسيوم فوسفيت اللي هو اللي بيجي، او تريبل فوسفيت اللي بيحصل من الميكروب اللي بيدخل لو دخل الكلى او حاجه زي كده، بس اليوريك اسيد اشهرهم. ليه اشهرهم؟ لان احنا عندنا عادات صحيه سيئه في التغذيه في وطننا العربي كله، ان احنا بنعتمد على اللحوم بنسبه اساسيه. وده اللي بيخلي ان النسبه ان اليوريك اسيد تكون يعني نسبته اعلى. هو مرتبط باللحوم بس ولا بالبروتينات عموما؟ يعني لو بروتين عموم نباتي مثلا، البروتينات عموما. بس اللحوم طبعا هي نمره واحد، لاني اعرف حد نباتي جاله يوريك اسيد عشان بيحب كل يوم ياكل فول. نفس النظام طبعا، الفول والبيض هي البروتين النباتي الموازي للحوم والفراخ والكلام ده. الحاجه الوحيده اللي بتنجو من الموضوع ده هو السمك، عشان ما فيهاش اليوريك اسيد خالص. طيب احنا نقدر نضيف ايضا مشكله المياه وتلوث المياه وعدم صلاحيتها للشرب، احنا بس على يد الله يعني الحمد لله والشكر لله، ليها تاثير مباشر على الكلى دكتور؟ طيب
عايزين بس هو السؤال ده ممتاز جدا، بس انا عايزين نحط قاعده. المياه الغير صحيه تسبب حصاو الكلى، ده امر منتهي. المياه الملوثه لا تسبب حصاو الكلى، لان المياه المياه اللي هي مش معقمه كويس او اللي فيها رواسب سيئه مش 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 نظيفه يعني، دي هتسبب عندنا مشاكل في الجهاز الهضمي، لكن مش هتوصل للكلى اصلا. يعني هو في اعتبار خاطئ ان المياه اللي بشربها مش نظيفه، مش دي مش هتسبب لك حصاوي، دي هتسبب لك مشاكل في الجهاز الهضمي. لكن المياه اللي بتسبب حصاوي هي المياه اللي نسب الاملاح فيها مش متزنه او مش طبيعيه، مش عاديه. طيب ما هو طبيعي اكيد مياه الحنفيه مش تمام للشرب. وانا هحكي لحضرتك قصه صغيره، انا يعني فتره من حياتي عشتها بره في النمسا. في النمسا انا كنت متخيل ان هم بيشربوا مياه معدنيه زي كل العالم. النمسا عندهم الامطار بتشتغل طول الشتاء وبتخلص طول الصيف، فبيخزنوا ميه الامطار ولا ما بيلعبوش عندها وبيشربوها زي ما هي. وعلى فكره هم عندهم الشرب من مياه الحنفيه، ما بيشربوش من المياه المعدنيه دي خالص. فين؟ في النمسا؟ مثلا يعني مش هو ميه الامطار بس. لا السؤال ليه مغزى. أيوة انا عارف انا مش اقصد كده، انا اقصد ان الميه الطبيعيه هي احسن ميه ممكن نشربها، افضل بكتير جدا من الميه المعدنيه. لان الميه المعدنيه برضو في اعتبار خاطئ ان الميه المعدنيه هتقينا من حصاو الكلى. طبعا الكلام ده ملوش اساس علمي. طب الميه العاديه المفلتره، لانه برضو طبعا المفلتره من الحنفيه. احنا يعني على تجربه النمسا من الامطار ما فيش دخل بشري، لكن احنا بتمر عبر قنوات مائيه غير نظيفه، عبر صدى، وبتاخذ معاها غير كمان الملوثات. احنا لازم حتى لو اعتمدنا على الامطار بشكل يعني بيور كده، ما الامطار برضو هي نازله واخده العوادم معاها، يعني مش نازله. ده موضوع تاني بقى. انا بتكلم على العلم، انا ماليش دعوه بالظروف البيئيه والمناخيه. انا قصدي ان الميه الطبيعيه اللي هي مش ميه معدنيه، الميه المعدنيه اللي هي الميه العسيره اللي بيقولوا عليها دي ميه بنسب املاح معينه بتستخدم. نسب مامونه ولا ما هو على حسب. ما هو الناس مش قادره تفهم ان الميه المعدنيه بتفرق من نوع لنوع. انا مش عايز اقول اسامي تجاريه طبعا، لكن طبعا. هو كل نوع بيطلع من بير معين، في ليبل موجود على كل ميه معدنيه. المفترض ان البني ادم او المواطن بيكون عنده وعي انه يقرا الليبل ده ويعرف ايه الميه المناسبه ليه. ما هو حتى لو قرينا كلنا قرينا مش عارفين النسب الامنه ايه. الايديال بالظبط. ما هي دي ده كان المفروض يبقى فيه وعي افضل من كده. او الميه المعدنيه انا عايز قد ايه من الكالسيوم، عايز قد ايه من الصوديوم، عايز قد ايه من المنجنيز، يتكتب عليها ان ده يصلح لحصوات لمريض الذي يعاني من حصوات الكلى، يصلح للمريض لا يعاني من حصوات الكلى، او يحذر باستعمالها لفلان او لفلان. ده المفروض يحصل، هو ده ما بيحصلش خالص. بس هي بتفرق فعلا من بير لبير، وبتفرق من نسب الاملاح المعدنيه اللي موجوده في كل واحده فيهم. شراب الشعير، لانه دايما الناس اللي عندها حصوات بتلجا ليه بشكل. شراب الشعير ده شيء جميل جدا لانه مضر للبول فقط لا غير. يعني هو دي طب ما مضر للبول معنى كده انه ما احنا عارفين ان البول ليه يعني في دورته كده بياخد الاملاح. بالظبط. هو مش بياخد كمان الاملاح بس، هو نسبه شرب الميه هي اللي بتفرق معايا. ليه؟ لان انا باخد نسب املاح ثابته، لو انا تغذيتي ثابته يوميا فانا باخد نسبه املاح ثابته في الاكل بتاعي. النسبه دي المفترض انها بيتم تركيزها او تخفيفها على كميه البول الخارج. البني ادم الطبيعي بيخرج من لتر ونص لترين بول في اليوم. لو اللتر ونص او اللترين دولت قلوا، فبالتالي نسبة التركيز بتاعة الأملاح اللي هتخرجها الكلية دي هتزيد طبعا، وبالتالي ممكن جدا يحصل لها ترسيب. ربنا خلقنا من ساعة ما البول بيتكون في الكلية لغاية ما يخرج بره ما بيقفش. لما بيقف أو بيحصل ترسيب، بيحصل ترسيب بلورات صغيرة خالص تتجمع مع بعضها تعمل لي بقى مشكلة الحصوات. طيب دكتور، نقدر نقول إنه أيضا الملح إضافته بالزيادة في الطعام أو استخدامه بكثرة يؤدي إلى حصوات؟ خلينا ناخذ المعلومات الشائعة عند كل الناس. طيب المعلومة الشائعة دي برضه هو طبعا ده صحيح. الملح الزيادة، ومش الملح الزيادة بس، والحاجات اللي بتعتمد على الملح. احنا عندنا في مصر الوجبة الرائعة في شم النسيم، الفسيخ، المخلل. المخلل ده يعني عايز اقول لكم انه بيتاخد بحساب جدا في العالم كله. في الوطن العربي احنا بناخده بدون حساب. احنا ممكن نفطر مخلل، ما عندناش مشكلة. في ناس عايشة عليه. المخلل، الحاجات اللي فيها نسب ملح عاليه زي الشطه. في برضه حاجه تانية بالنسبه للاطفال طبعا، المقرمشات والحاجات اللي هي الشيبسي والكلام اللي هو المخزنه ومش عارف ايه الكلام ده. لا نسبه الملح فيه عاليه قوي على فكره. دي في ناس بتاخد الاحتياج الجسم مؤشر، لما احس في فتره ان انا مياله للاملاح يبقى انا عندي نقص في الاملاح، ولا هي المساله مش مرتبطه بده؟ لا مياله الاملاح يعني حضرتك نفسك حاجه مالحه يعني. هو الاملاح على فكره لما هتحس يعني لو حس عايزه تعرفي امتى تحسي انك محتاجه لعنصر معين، تلاقي نفسك هبطانه. محتاج حاجه مالحه عشان ترفع الضغط. هو الملح ميزته انه بترفع الضغط، لكن مياله ونفسي ودي لا. لكن هي برضه عايزين نقول حاجه مهمه جدا، ان نسب الملح يعني او نسب الملح العالي اللي في الاكل مش شرط يكون مؤشر او يخلينا نعمل حصوات. تمام.
الاكثار من اي شيء في التغذيه عموما مش كويس، والاقلال منه مش كويس. يعني في ناس كثيره جدا مطلعه الكلام الشائع، انا في الصيف ما باكلش مانجا عشان انا لما باكل مانجا نسبه الغذاء في جسمي بتزيد. كويس، بس انت مش الكلام ده مش هيجي لك من مانجايه صحيح ولا من اتنين. الكلام ده هيجي لك في ناس في ناس بتروح عند الفكهاني بتجيب اللي عنده يعني بتتسلى عليه. طب ايه علاقه الاملاح بالعظام؟ هو الاملاح عموما او ترسبها بيبقى في حتتين، في المجاري البوليه اللي زي ما بيقولوا عليها اللي هو الحالب والكليتين والمثانه والكلام ده، وفي اطراف العظام نهايات العظام او بالاصح المفاصل. ده اكتر مكان بيحصل فيه ترسيب، واشهر ملح طبعا بيترسب في المفاصل هو اليوريك اسيد طبعا. ده بالنسبه يعني للنقرس او بتكون في الاماكن اللي هي في المفاصل. هو النقرس يظهر في صباع رجل الكبير نمره واحد تمام اول حاجه، وبعدين يبتدي ينتشر في كعب القدم النقرس اللي هو ده الملوك طبعا اللي هو بتاع اليوريك اسيد بتاع اللحمه لكن هو ممكن يحصل كمان من الاملاح. ما هو من اليوريك اسيد. طيب احنا هنكمل عشان ناخد الاعراض بالظبط عشان كل واحد يبقى ياخد المساله من بدايتها اللي هو الاكتشاف المبكر، لكن اسمحنا نطلع فاصل. بعد الفاصل، الأملاح وأضرار زيادة نسبتها في أجسادنا وما تسببه لنا من أمراض خطيرة. مازال منورنا دكتور محمد البدري مدرس جراحة المسالك البولية. دكتور محمد، كنا بنتكلم عن بداية الأعراض، يعني اشرت الى انه النقرس بيبدا في صباع الرجل الكبير. أشهر ايه علامات الخطر اللي ممكن انا اتحسب ليها علشان خاطر يعني ما تدخلش في مرحله متقدمه من زياده الاملاح؟ زياده الاملاح عموما ولا النقرس بالذات؟ خلينا يعني نتكلم بشكل عام. بشكل عام، طيب هو احنا في نصايح عامه بنحب نقولها لاي حد، مش شرط يكون مريض. دايما انت عايز تاكل اي حاجه كل اللي انت عايزه، احنا ما عنديش محاذير لاي بني ادم ياكل كل اللي هو عايزه لغايه ما يشبع. بس بعد كل وجبه اشرب كوبايتين ميه كبيره. تمام، انت كده عوضت او حللت اخففت نسبه الملح اللي موجوده، نسبه الملح اللي دخلت على جسمك. الحاجه الثانيه، ما هو يعني هو لغايه النهارده لم يثبت او لم يظهر سبب اساسي لتكوين الحصوات. مفيش نظريه ثابته لان الحصوات من ماده. انا اعرف كمان انه ناس على اللبن كمان دكتور لما بتشرب نسبه حليب زياده او شيء نسبه الكالسيوم زياده بتعمل حصوات. بس هو كالسيوم عشان يبقى حصوه على فكره لازم يبقى كالسيوم اوكزالات، يعني لازم يبقى معاه اوكزالات. يعني مفيش حصوه كالسيوم بيور. اوكزالات اللي هي ايه؟ الزلات دي ملح، نوع من انواع الاملاح، موجود في السبانخ وموجود في الفراوله وموجود في المانجا وموجود يترسب بنسبه اكبر ويتحد مع لازم ملح. مش الملح بتاعها بيور، يعني مش ملح زي ما احنا عارفينه اللي هو الفرنجه وفي المخللات. ده اسمه ملح الطعام. ده صوديوم كلورايد. ده الملح الطعام. لكن الزلات بتبقى موجوده في الفاكهه الحمضيه، يعني في بعض انواع الفاكهه وبعض انواع الخضار زي السبانخ. السبانخ فيها نسبه اوكزالات عاليه جدا، والاوكزالات دي حاجه مهمه في الجسم، احنا ما ينفعش نتريد اوف ات، يعني ما ينفعش نستغنى عنها خالص. دي حاجه مهمه جدا للجسم برضه. الفكره زي ما قلنا في الاول ان الاكثار من اي شيء مش حاجتين بس هم اللي ثبتوا علميا ان هم ممكن يكونوا سبب في تكوين الحصوات. نمره واحد زياده التعاطي نوع معين من الاملاح بنسبه كبيره على مده طويله. نمره اثنين الاستقرار في مكان ثابت، عدم الحركه. لان عدم الحركه بيخلي ان البول ممكن يقف في السكه وهو قاعد، زي مثلا واحد نايم على ظهره باستمرار. نسبه الحصوات الكلية والحالب والمثانه بتبقى كتيره قوي في المرضى اللي هم مش قادرين يتحركوا من السرير. بتزيد. عشان كده احنا دايما بننصح المريض ان اول حاجه ما تاكلش من الاملاح ملح واحد كتير، نوع. نمره اثنين قبل ما تنام بالليل اشرب كوبايتين ميه كبار برضو ما قبل ما ينام، علشان ما يقعدش 8 ساعات نايم، عشان هيحتاج يخد، يعني لما يشرب الكوبايتين دولت هيحتاج يدخل الحمام وهو نايم. يصحى عشان يدخل الحمام طبعا، فده معناه انه هيتحرك. فمش هيكمل ال 8 ساعات نايم. بيتلكك على الحركه للدرجه دي؟ احنا عايزين مهم جدا ان كل 4 ساعات تعملي حركه، او كل 3 ساعات او 4 ساعات تعملي حركه. وكميه الميه اللي الانسان يشربها، صحيح اللي بنسمعه انه مش اقل من 3 لتر ميه في اليوم؟ هو برضو على حسب احتياج الجسم شكله ايه، ما هو بيفرق من جو لجو. يعني نتيجة النصائح، سواء عايز يخفض وزنه او عايز، او هو شخص رياضي، دايما النصيحة الثابتة لأي حد أكثر من اشرب 3 لتر مية. وده على فكرة صعب مش سهل. هو 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 ده في الميدل ايست، ده النصيحة دي بتاعتنا عشان جونا. هو جونا كده. يعني مثلا في جنوب كده مثلا على خط الاستواء، لا طبعا 5 لتر مش هتكفي. في يوروب الموضوع مختلف، يعني بيقللوا النسبة دي أكتر من كده. ده غير إن الهابتس بتاعتهم مختلفة، عاداتهم الصحية مختلفة في التغذية. في التغذية طبعا، وبالتالي هم مش يعني لو الجو مش مستاهل، ده بيعتبر إجهاد للكلى لو شربنا مية كتير؟ لا،
ما فيش يعني اجهاد للكلى ده لو شربنا بقى ميه بكميه فوق طاقه الجسم اللي هو واحد عايش عشان يشرب ميه بس. لكن ان هو مثلا ممكن بقى يوصل ل 6 و7 لتر ميه في اليوم والكلام ده، في ناس بتعمل كده على فكره. في ناس عايشه بازاز ميه وما بتعملش حاجه غير انها بتشرب ميه، يا دوبك كل ما تحس ان معدتها فاضل فيها حته ماشي يروح شارب ميه تاني. ده بيجيب كميات بول كبيره جدا، وده مش صحي برضو قوي طبعا. طيب دكتور تدينا نصايح عامه انه كيف نقدر نحن نحافظ على صحتنا بدون اللجوء للادويه، بدون اللجوء انه اوكي نروح نعمل تشيك اب كل فتره وفتره عشان يعني برضو نحافظ على وجودكم معنا ومنورينا دائما طول الوقت. كيف نقدر نحافظ عليها بادوات بسيطه واحنا مع المتابعه حتى نقدر نستشف انا عندي وجع، عندي حرقه شويه في البول، عندي ابدا انا اكون طبيب نفسي في البدايه. هو ده المفروض يحصل، ان كل مريض لازم يبقى طبيب نفسه في البدايه خالص، يفتش عن اي عرض موجود عنده، يبتدي يدور وراه، ما يهملش الكلام ده كله. نمره 2 زي ما اتفقنا، شرب ميه بعد الوجبات. بعد الوجبات ده لازم يبقى ثابت، تبقى حاجه في عاداتنا الغذائيه موجوده على طول. شرب ميه قبل النوم، الاكثار من اي شيء مش صحي خالص. ما هو ده بيبقى احيانا بيتعارض مع نصائح كتيره بتحصل، زي مثلا المقوله الشائعه او الراي الشائع انه شرب الميه بعد الاكل على طول بيعمل كرش، فتلاقي في ناس لا قاعده معذبه نفسها حتى لو عطشانه بعد الاكل، يقول لك لا لازم اعدي ساعه او ساعتين. والله انا يعني يمكن دخلت كليه الطب عشان اعرف السبب ده ايه بالزبط. يعني ليه الميه بعد الاكل بتعمل كرش وما عرفتش لغايه دلوقتي، يعني لغايه ما اتخرجت ما عرفتش، ماليش سبب يعني. لا مفيش حاجه بتعمل كده على فكره، مفيش يعني. انا ما اعرفش سبب علمي يعني، ولغايه دلوقتي انا بدور عليه. شرب الميه اثناء الاكل برضه ما ينفعش. لا برضو وفي مقولات تانية على العكس تمام، يقول لك بالعكس شرب الميه اثناء الاكل بيساعد على الهضم. والله دي الثانيه دي احنا درسناها، الاولانيه فعلا ما اعرفهاش اللي هي لا تشرب ميه بعد الاكل، ميه في نص الاكل يعمل لي كرش او وحش او كده. ما هو شوف كيف الناس بتحللها كويس. طيب انا برضه ما عرفناش ايه الراي. والله يا فندم هو في ناس بتشرب في وسط الاكل. ده اللي بيعمل كرش. وسط الاكل لا ما بيعملش كرش. افضل الماء البارد افضل يا دكتور ولا الماء الدافئ؟ انه نشرب ماء عادي ولا الماء البارد؟ الماء الفاتر. الفاتر اللي هو مش دافي ولا بس بارد، بس في نفس الوقت مش سائع. لان في ناس اعتمادها كمان على الماء البارد عشان التخسيس. ما انا عارف المشكله السائع قوي ده بيوجع البطن، يعني هيعملك مشكله انه هيسد نفسك عن بيت الاكل. بس مالوش تاثير على الكلى مباشر؟ مالوش مشاكل مع الكلى؟ تمام حلو. مالوش علاقه. برضه شرب الميه بيخفف من الانزيمات الهاضمه، وبالتالي بيتقال انه بيعمل اصعب على العكس انه بيفرض انه بيملى الحيز. بيملى الحيز الفكره انه بيملى الحيز. ما هي قالت ان هو دكاتره التخسيس زي ما بينصحوا بالموضوع ده، انه ميه ساقعه في النص، لان الميه الساقعه بتخلي اولا نفسك تتسد عن بقيه الاكل. نمره 2 بيخفف الانزيمات الهضمه، وبالتالي ما بيحصلش امتصاص، فالاكل اللي انت اوريدي كلتيه هينزل زي ما هو. صح. مش هيحصل له امتصاص تقريبا. نمره 3 ان هو بيملى حيز المعده. بيملى حيز في المعده فبيخليكي مش عايزه تكملي. طيب اتفقنا ان في بعض الاعراض الانذارات المبكره قبل ما ندخل في قصه كبيره يعني. من بينها النقر. بس امتى احس قبل ما اوصل لمرحله انه الصباع الكبير يوجع؟ لانه هو ده اول عرض على فكره، وده اسهل عرض فيهم، وده عرض سهل علاجه جدا. جدا المفصل الصباع الكبير واجعني شويه. لسه ما ورمش، لسه ما احمرش، لسه جنابي مش وجعاني، لسه ما عنديش مفاصل تانية كبيره في جسمي وجعاني. يا دوبك في ناس ممكن في البرد كمان، احنا داخلين على الشتاء، ايوه الشتاء دايما الصبح بقى لا ده انا ولا حاجه، ده اكبر يعني بكبر دماغي وبنزل بكمل. لا لازم اعمل تشيك اب، لازم اشوف بقى نسبه اليوريك اسيد شكلها ايه. وعلى فكره مرضى اليوريك اسيد عارفين نفسهم، يعني هم اوريدي بيكثروا من اكل اللحمه. ليهم عادات عارفين نفسهم خلاص، عارفوا ان انا عندي يوريك اسيد عالي طبعًا. وبيبتدوا يعالجوا نفسهم تدريجيا يعني خلاص. طبعا انا والدتي شخصت المرض بنفسها، اول ما بدا كعب رجلها يوجعها قالت لي خلاص انا كذا نقرس. قلت لها اوكي ليه؟ قالت لي باكل لحمه كثير. بطلتها. ففعلا بتيجي والله دكتور، فعلا الانسان طبيب نفسه مع كثر ممارسته العادات معينه في الاكل او او او، ويبدا يقرا عليها او زي برنامج صباح مساء عرض مشكله نورت عند واحد في مكان معين. فدايما يمكن النصايح اللي بنقولها لكل الناس انه زي ما حضرتك اشرت، عدم الافراط في تناول اي شيء بشكل كبير. تسلم على وجودك معنا دكتور محمد البدري، مدرس جراحه المسالك البوليه، بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا يا فندم.